بتاعت زيزو. يعني الاهلي اضاع فرصه المرمى خالي واتعملت بالعرض لحسين الشحات بيحطها وكلنا بنجري لسه عشان نحتفل في القائم، وبعدين ترتد وبعد كام دقيقه قذيفه هائله لزيزو برضو في القائم. قلقت شويه، حسيت بقلق شويه. حصل اي نوع من انواع التفاهم او التعليمات بينك وبين الشناوي؟ لا لا، أقول لكم أنه أن تمنع قذيفة بعيدة، أو كما أقول لكم، أنا أقول لكم هناك زيزو وشيكابالا هم متخصصين في التصويب من بعيد من خارج منطقة الجزاء، يجب أن نمنعهم من التصويب، ولكن لا يجب أن نلوم على الشناوي. إذن أقول لكم أنني كنت سوف أصاب بأزمة قلبية في هذه الكرة. لكنه بعد الهدف بقى الاهلي تقدم، والوقت كان خلاص متاخر، وبنلعب في 6-7 دقائق. اكيد هنا بتقف بتشاور له، هو اكيد بيبص لك بيسالك على الوقت، اكيد في حوار بيحصل بينك وبين الشناوي، ايه اهم التعليمات؟ وهل كانت في كرات خطره قلقت منها بعد الهدف او قبل الهدف غير كره العارضه؟ أنا لم أكن قلقا، لأنه دائما نحن كنا دائما فائزين، وخاصة نحن كنا في الطريق الصحيح، نحن نعتقد في أنفسنا. إذن أقول لكم ثقتنا في أنفسنا وفي مجموعتنا، وكانت المجموعة متماسكة بشكل رائع. وكما قال إنه بالفعل كان هناك لحظات صعبة، وكنا نجد الزمالك يقوم بالضغط كثيرا عند تراجعنا. شناوي لا أقول له شيء، مشكلتي أو قصتي الرئيسية معهم في أن يبقى في قمة التركيز ويقوم بتحريك اللاعبين أمامه بالطريقة المناسبة. إذن فعلوها حتى النهاية بشكل رائع، كانوا جميعا متماسكين، يتحركوا بروح الفريق وبفكر الفريق، وأدوا بشكل رائع.